السلام عليكم ورحمة الله. يقول سائل: ما حكم لمس الخاطب يد مخطوبته كالسلام مثلا؟ لا يجوز ولا يحل أن يسلم الخاطب على مخطوبته، لا يجوز، لأنها أجنبية عنك، أجنبية، لا زالت أجنبية، مع أن الخطبة هي وعد بالزواج. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: لأن يطعن الرجل أو أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. طب هي دلوقتي هتعتبر أنها زوج؟ لا، مع إيقاف التنفيذ، لا يحل لك أن تمس يدك يد امرأة حتى ولو كانت المخطوبة. وكذلك في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، حتى أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يبايع النساء بالإشارة. فهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فليتق الله عز وجل هؤلاء. ما ينفعش واحد واخد خطيبته ومأنججها وخارج بيها، ده حرام، ده لا يجوز، ده لا يحل، عشان ربنا يبارك لك في هذه الزيجة. فلا يجوز للخاطب أن يسلم على مخطوبته، ولا أن يخرج بها، ولا أن مثلا يتأبطها، ده لا يحل ولا يجوز. والله تعالى أعلى وأعلم.